يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند، أولى حلقات البرنامج بعد انطلاق بطولة الدوري، ويعني جولتين اتلعبوا لحد دلوقتي ولسه تستكمل الجولة الثانية خلال بعض المباريات اليوم، لكن أكيد بداية مهمة جدا بطولة الدوري وكلام كتير جدا على أول جولتين لحد دلوقتي على مختلف الأصعدة، سواء على الصعيد الفني أو حتى على الصعيد التحكيمي اللي واضح جدا إن لسه في بعض الأزمات وبعض المشاكل تتعلق بالجانب التحكيمي، وهنتكلم عنها النهارده باستفاضة كبيرة جدا، وهنركز في كل التفاصيل المهمة، وهنتطرق لي يعني المحاولات اللي ممكن تكون بتحدث حاليا لتطفيش كلاتنبرج، أيا كان بقى الراجل كويس مش كويس، لكن احنا دايما عايزين يكون في استقرار، مش بنقول رأينا أو رأي قناة الأهلي أو أي حاجة، لكن احنا دايما نتمنى أن يكون في شغل جاد بالنسبة لكل القائمين على منظومة التحكيم في مصر، فملف مهم جدا هنتكلم عنه في جزء لاحق من حلقة اليوم من خلال كمان مداخلة هتكون غاية في الأهمية، فبالتالي الحلقة مهمة جدا النهاردة، ده بخلاف ان احنا هنتطرق ايضا لبعض الاخبار المحلية والعالمية، وبالتحديد كمان كل ما يخص ويتعلق بنادينا الحبيب النادي الاهلي واخر اخباره وتفاصيله، خصوصا بعد انتصار الامس على اسوان وقبل المباراة المهمة جدا جدا المقبلة امام الزمالك في بطولة السوبر باذن الله تعالى يوم الجمعة، فبالتالي كواليس كتير جدا وتفاصيل مهمة خلال حلقة النهاردة، لكن دايما بننتظر تفاعل حضراتكم معانا من خلال سؤال الحلقة ورأيكم في أداء النادي الأهلي بعد أول مباريتين في بطولة الدوري، هننتظر تفاعل حضراتكم معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام، وهناخد تفاعلكم كما هو المعتاد في الجزء الأخير من الحلقة، لكن البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين، تعالوا نشوف في ترند الأهلي. الفريق يبدأ الاستعداد للسوبر بدون راحة، يا رب يا مسهل، وكمان الجهاز الطبي يحدد موقف ديانج من السوبر، هقول لكم الاخبار بالظبط. واخيرا فيتوريا يقرر انطلاق معسكر المنتخب 3 نوفمبر المقبل. طيب النهارده عندنا بعض المباريات المهمه في مختلف الدوريات، وبالتحديد نبتدي بالدوري المصري واهم وابرز مباريات اليوم استكمالا للجوله الثانيه في هذه البطوله الهامه بالنسبه لكل الجماهير المصريه واللي اكيد مثيره خصوصا في النسخه الحاليه. فالمباراه الاولى اتلعبت النهارده الساعه 3 العصر ما بين غزل المحله والاسماعيلي على ملعب المحله، المباراه اللي انتهت بفوز المحله بنتيجه 2-1 باداء مميز لغزل المحله. في الحقيقه فرقه المحله عاملين اداء مميز جدا، في المقابل الاسماعيلي بيتلقى الهزيمه الثانيه ليه على التوالي، وخصوصا بعد ما خسروا امام النادي الاهلي في الاسبوع الاول بنتيجه 1-0. المحله تقدم في الدقيقه 12 وعزز تقدمه كمان في الدقيقه 75 قبل ما يرجع الاسماعيلي في الدقيقه 86 من احداث المباراه والشوط الثاني بالتحديد ويحرز هدف تقليص الفارق، لكن المباراه انتهت بشكل رسمي 2-1 للمحله عشان يوصلوا للنقطه الرابعه بعد تعادلهم في الجوله الاولى مع المقاولين العرب بنتيجه 1-1. لكن انطلاقه جيده للمحله والاسماعيلي انطلاقه سيئه للغايه. اما المباراه اللي ابتدت من 3 دقائق بالظبط هي مباراه الاتحاد السكندري مع الداخليه، الاتحاد طبعا بيسعى لتحقيق الفوز الثاني ليه على التوالي بعد ما قدر ان هو يفوز على اسوان في الجوله الاولى هناك في اسوان بنتيجه 1-0 بهدف قاتل في الدقائق الاخيره. والداخليه يمكن بدايه اعتقد ان هم كانوا تعادلوا في المباراه الاولى مع طلائع الجيش، فبالتالي ايضا بدايه تعتبر معقوله للكابتن رضا شحاته اللي عامل فرقه كويسه وعندهم مهاجم اجنبي مميز جدا في الحقيقه، فالمباراه ايضا هتكون قويه اللي بتلعب في هذه اللحظات ما بين الاتحاد والداخليه. المباراه الاخيره النهارده هتكون ما بين فيوتشر والمقاولين الساعه 7، فيوتشر فاز في الماتش الاولاني على حرس الحدود بنتيجه 2-0 فعنده 3 نقاط بيسعى ايضا لمواصلة انتصاراته من خلال الفوز على المقاولين اللي عنده نقطة بعد التعادل في المباراة الأولى مع المحلة بنتيجة 1-1، أيضا هتكون مباراة مهمة للفرقتين الساعة 7 بالليل بعد ساعتين من دلوقتي. ده بخصوص الدوري المصري الممتاز. أما بخصوص الدوري الإنجليزي، النهاردة في مباراة واحدة فقط في ختام الجولة ال 13 من بطولة الدوري الإنجليزي، وهي مباراة ويستام يونايتد مع بورنموث. مباراة هتكون الساعة 9 بالليل على ملعب ويستام، مباراة أيضا هتكون مهمة وقوية، وكل ماتش في الدوري الإنجليزي هو ماتش مهم وقوي بصراحة يعني. ده بخصوص الدوري الإنجليزي ودي المباراة الوحيدة النهاردة. أما بخصوص الدوري الإسباني فالنهاردة أيضا مباراة وحيدة في ختام الجولة هتكون ما بين سيلتا فيجو مع ختافي الساعة أيضا 9 بالليل.
أما فيما يتعلق بمباريات اليوم في الدوري الإيطالي، وهي مباراتين فقط، أو هم مباراتين فقط ما بين كرومينيزي وسامدوريا، مباراة هتكون الساعة 6:30، ومباراة أخرى ما بين ساسولو وهيلاس فيرونا الساعة 9:15. ده بخصوص أهم وأبرز مباريات اليوم في مختلف الدوريات. طيب قبل ما اطلع الفاصل، في الحقيقه امبارح قناه الاهلي فازت بجائزه افضل قناه رياضيه في مهرجان الفضائيات العربيه 2022 للموسم الثاني على التوالي، ويعني جائزه مهمه، وهي الجائزه دي مش للقناه بس، هي اكيد لجمهور النادي الاهلي اللي داعم دايما لاي حاجه تحمل شعار القلعه الحمراء، وبالتحديد كمان قناه النادي الاهلي، فهي جايزه للجماهير واكيد جايزه لكل العاملين في القناه اللي اكيد بيحاولوا دايما يقدموا حاجه جيده، وان شاء الله باذن الله اتمنى ان القناه كمان تكون افضل وافضل خلال الفتره اللي جايه عشان ترضي طموح جماهير النادي الاهلي اللي دايما ما بيقبلوش غير ان اي حاجه تتعلق بالنادي تكون اقل من رقم واحد، فامبارح قناه الاهلي كانت رقم واحد. خلينا نروح نشوف التقرير ده وبعديه فاصل وبعد كده نرجع نتكلم في كل التفاصيل. استنوا. حاجة فيها الأهلي تبقى شاطرة وتبقى صح. جمهور النادي الأهلي I love you، لأن أنا أهلاوية جدا 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 وماسكة المايك ولونه أحمر، وأنا أهلاوية من زمان قوي. هقول إيه، الأهلي يعني ما أقدرش، الأهلي واحد بس، الأهلي only one. الأهلي عايزة إيه؟ الأهلي يا فندم. أنا أهلاوي يعني ومن عيلة أهلاوية. دوري وكاس أهلي أهلي. إن شاء الله ناخد الدوري السنة دي وناخد كل البطولات كالعادة يعني كالعادة. اللون ده له في قلبي مكانة كبيرة قوي. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. انطلاقه مميزه للنادي الاهلي في بطوله الدوري على غرار ما حدث في بطوله دوري ابطال افريقيا، 4 مباريات تحت القياده الفنيه الجديده لكولر بانتصارات وبدون استقبال اي هدف، فبالتالي انطلاقه مناسبه جدا وجيده بالنسبه للفريق في هذا الموسم او مع هذا الموسم سواء على الصعيد الافريقي او حتى على الصعيد المحلي، بخلاف ان الانطلاقه دي ان شاء الله تكتمل وتتبروز ببطوله السوبر باذن الله واحد احد يوم الجمعه اللي جايه قدام نادي الزمالك، وهذه المباراه الهامه للغايه والقويه بكل تاكيد، وعندي اكيد حديث عنها، لكن بالتحديد عايز ابتدي على بدايه الاهلي في بطوله الدوري. ويمكن مباراه الاسماعيلي الاولى كانت مباراه غايه في الصعوبه، فريق الاسماعيلي كان مميز جدا بالتحديد، وقدر الاهلي ان هو يفوز بنتيجه 1-0 باداء كان جيد زي ما حصل في الماتشين بتوع الاتحاد المنستيري. الاداء كان مميز جدا، الريتم كان عالي، الدنيا كانت ماشيه بشكل كويس، وكان الاهم في الحقيقه ان الاهلي فاز ب3 نقاط في بدايه بطوله الدوري اللي بيسعى النادي الاهلي من خلال هذا الموسم ان هو يستعيد هذا اللقب الغائب من سنتين بالتحديد. لكن بخصوص امبارح، الاهلي ايضا ادى مباراه يعني متوسطه، ما نقدرش نقول جيده، لان اداء الاهلي كان فيه تراجع نسبي عن ال3 مباريات مع مستهل هذا الموسم، لكن قدر الاهلي ان هو باقل مجهود يحقق الهدف المنشود وهو الفوز بمباراه اسوان امبارح. وفرقه اسوان بصراحه فرقه محترمه وعنده او عملوا مباراه مميزه، لكن الاهم انك خرجت من الماتش ده بانك كسبت 3 نقط، المعنويات جيده قبل مباراه السوبر، كل حاجه او كل الامور ماشيه بشكل ايجابي، وحققت الانتصار من خلال هذه المباراه. لكن المؤكد ان الاداء كان متراجع شويه، وده وارد جدا حدوثه، الاهم ان انت تحاول تستمر في اتجاه الانتصارات، ودي جزئيه مهمه جدا، وانك تتعلم من دروس المواسم السابقه بالتحديد اخر موسمين عشان تقدر تحقق هدفك بالفوز ببطوله الدوري. لكن بالتحديد عايز اتكلم عن كولر وتصريحاته المتزنه جدا في المؤتمر الصحفي بالامس، واللي اعترف ان الفريق ما كانش افضل حاجه، وان الفرقه كان ممكن تبقى بشكل افضل من كده والاداء يكون افضل من كده، وكان ممكن نحرز اهداف اكتر، لكن هو اكد على انه هيعالج بعض السلبيات اللي ممكن تكون موجوده، ويمكن ده اللي حصل في مران النهارده، وهتكلم على مران النهارده بالتحديد. بس قبل ما اطلع فاصل، خليني بس اطمن جماهير النادي الاهلي بخصوص الاخبار اللي يعني بتتناثر خلال الساعات الحاليه بخصوص ديانج. اول حاجه الناس تتكلم على غياب ديانج، غيابه عن مباراه القمه لم يحسم بعد، الفرص بقت ضعيفه انه يلحق الماتش لانه هو عنده اجهاد بسيط في العضله الخلفيه، واللاعب كان عايز يشارك امبارح في الشوط الثاني.
لكن ديانج نسب لحقه صعبه بمباراه السوبر. محمد عبد المنعم موجود مع الاهلي في السوبر، مفيش اي مشكله، ربما يكون عنده جراحه في الانف مره اخرى محل الاصابه اللي كانت عنده قبل كده في مباراه السنغال في تصفيات كاس العالم بعد مباراه القمه. لسه ما تمش تحديد هذا الموقف، لكن محمد عبد المنعم مع الاهلي في القمه باذن الله تعالى. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل ارجع اكمل لكم كل الاخبار، استنونا. اهلا بحضراتكم مره تانية. خليني اكمل معاكم اخبار الاهلي، وبالتحديد بعد ما خلاص اتكلمنا عن اول جولتين بالنسبه للفريق في بطوله الدوري، نبتدي بقى نتكلم على الاستعدادات لمباراه القمه وبطوله السوبر ما بين الاهلي والزمالك يوم الجمعه اللي جايه باذن الله تعالى في ابو ظبي، بالتحديد مدينه العين. ان شاء الله الاهلي يكون موفق ويرجع باذن الله سالما بلقب السوبر، وعشان تكمل انطلاقتك المميزه في هذا الموسم على مختلف الاصعده. فبالتالي استعدادات بدات النهارده بشكل مباشر على طول بعد انتهاء مباراه اسوان بالامس. استعدادات كانت من خلال مران صباحي كالعاده بالنسبه للاهلي مع كولر، تدريبات كانت مهمه، لكن الاهم بالنسبه لي ان كان في محاضره فيديو استمرت لحوالي نص ساعة قبل انطلاق المران. طبعا اللقطات اللي حضراتكم شايفينها ده او دي لقطات من مران الاهلي الصباحي النهارده بالتحديد، وكان الكلام من خلال محاضرة او محاضرة فيديو مهمة جدا اتكلم فيها كولر مع اللاعبين في نص ساعة تقريبا عن كل التفاصيل الفنية اللي ممكن تكون او ملاحظاته الفنية ممكن تكون متعلقة بمباراة الامس امام اسوان، وكمان التركيز على خلاص المباراة المقبلة وهي مباراة الزمالك في السوبر. العد التنازلي يعني للمباراه دي خلاص ابتدى، لان خلاص انت النهارده الاثنين عندك ثلاث واربع وخميس وماتش يوم الجمعه، فثلاث ايام بخلاف النهارده استعدادات مهمه. وكان ده من خلال كمان الحديث عن هذه المباراه ومدى اهميتها. النهارده كمان كان في تدريبات بدنيه وفنيه متنوعه بالنسبه للاعبين، وتدريبات ايضا لحراس المرمى زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه. ويمكن الفرقه اللي شاركت امبارح في المباراه بشكل كامل او اللي خدت عدد دقائق اكبر كان ليهم تدريبات استشفائيه، لكن في المقابل اللي خدوا عدد دقائق قليله من المباراه او حتى اللي ما شاركوش خالص المستبعدين كان ليهم تدريبات فنيه وبدنيه قويه وبعض تدريبات الكره. وايضا في نهايه المران كان في تقسيمه مصغره بمشاركه ثلاث فرق من اللاعبين. الايجابي في الحقيقه يعني طبعا عوده بيرسي تاو من خلال ماتش امبارح، يعني حتى الدقائق القليله اللي لعبها اظهرت مدى جاهزيته بصراحه، وان شاء الله باذن الله يكون اضافه للفرقه في الفتره اللي جايه. خليني اقول لكم كمان ان كان النهارده في جلسه ما بين كولر والكابتن سيد عبد الحفيظ بخصوص الترتيب لمباراه السوبر وبعض الامور اللي تطرق ليها كولر خلال هذه الجلسه. ان شاء الله الفريق يكون موفق. ممكن يكون يعني مضايق الجمهور شويه حته ديانج، لسه تاني هعيد على حضراتكم موقفه لم يحسم بعد، لكن نسب يعني ابتعاده عن هذه المباراه اكبر بكتير من نسب مشاركته فيها، لكن ننتظر لان في متابعه لحالته خلال الساعات المقبله، وهيتحدد بكره يعني مدى امكانيه سفره مع الفريق او لا. لسه ما فيش قرار نهائي عشان الامور تبقى واضحه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، لكن تواجد ديانج اكيد هيكون مهم. حتى لو مش متواجد في عندنا عناصر مميزه جدا في وسط الملعب، سواء السولاي طبعا، حمدي فتحي، عندك اكرم توفيق بيجيد في المركز ده، عندك رامي ربيعه بيجيد في المركز ده، قفشه، عندك ناس كتير قوي تقدر تلعب في المكان ده. ففرقتنا ما شاء الله قويه، ان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين في مباراه السوبر. يعني ده بخصوص التدريبات وبدايه الاستعدادات لمباراه الزمالك يوم الجمعه اللي جايه، وان شاء الله الفريق يكون موفق في هذه المباراه. واكيد جمهور الاهلي متعطش للبطوله بصراحه بعد الموسم الماضي اللي ما كانش موفق فيه الفريق بشكل او باخر، لكن في كل الاحوال ان شاء الله يرجع الاهلي ببطوله السوبر. خليني بقى اتكلم على جزئيه اخرى، لان بصراحه كالعاده المشاكل مستمره بخصوص التحكيم في مصر. ويعني كنا الواحد متخيل ان موجود كلاتنبرج فهيحصل تطوير حتى لو نسبي، حصل تطوير بشكل او باخر، لكن لسه في حاجات غريبه جدا بتحصل. يعني هديكم مثل او مثل الناس كلها بتتكلم عنه دلوقتي، وهي او الخطا بتاع الكابتن محمد معروف في مباراه الزمالك وسيراميكا بالامس، والانذار الثاني اللي كان المفروض ياخده زكريا الوردي عشان يطرد في الدقيقه 43، واللي اكيد كان هيفرق بشكل كبير جدا مع فرقه سيراميكا، الفرقه القويه اللي عندهم امكانيات مميزه. فبالتالي في استغراب كبير قوي من عدم اخراج الكابتن محمد معروف للبطاقه الصفراء بخلاف بعض الحالات الاخرى في بطوله الدوري، رغم ان في برضه عشان نبقى منصفين يعني في تطور نسبي، يعني مثلا حته الاحتكاكات ان مش كل احتكاك فاول وكلام من ده بصراحه بقت ملحوظه وبقت حاجه ايجابيه جدا وسرعت رتم اللعب وخلتنا نشوف كوره اكتر في المباريات يعني، لكن لسه في بعض السلبيات.
وانا بشوف من وجهه نظري ان السلبيات بتتعلق بالتحكيم بالحكام نفسهم بالحكام نفسهم مش بالتحكيم، لان شايف ان الحكام نفسهم ما عندهمش الرغبه الحقيقيه انهم يتطوروا، دايما لسه الحسابات موجوده، خلي بالك الحسابات لسه موجوده. وبصراحه يعني في امور سلبيه ابرزها طبعا اللقطه بتاعه محمد معروف بالامس في مباراه الزمالك والسيراميكا. طب خلينا نقرب للصوره بشكل اكبر وناخد مداخله مع واحد من خبراء التحكيم والمحاضر التحكيمي والحكم الدولي السابق الكابتن محمد صلاح عبد الفتاح، عشان نتكلم معاه في التفاصيل وتقييمه الاول جولتين لحد دلوقتي في بطوله الدوري، ورايه كمان في خطا محمد معروف بالامس، ورايه في اداء الحكام بشكل عام وفي كلاتنبرج كمان. يا كابتن محمد مساء الخير. مساء الخير يا امير، ازيك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ والله تمام الحمد لله، منورنا ومشرفنا. خليني اسالك في كام جزئيه وهدخل معاك كده سخن على طول، وهبتدي بالحاله بتاعه مباراه الزمالك وسيراميكا بالامس والانذار اللي يعني ما خدهوش، الانذار الثاني لزكريا الوردي. رايك ايه في الحاله دي؟ انا عارف ناس كتير جدا اتكلمت فيها وناس كتير جدا قالت ان هي فاول بانذار كارت اصفر ثاني في طرد، لكن برضو يمكن نسمع راي مختلف لعل وعسى. فانت رايك ايه يا كابتن محمد في اللقطه دي؟ طيب بص، احنا نبدا في الجزئيه دي من بدايتها. تمام. الانذار الاول كان اللي ادى القرار كامل كان الحكم المساعد الثاني مصطفى حسين، عشان برضه تبقى الامور واضحه. هو اللي اداله الفاول وهو اللي اداله الانذار، فالانذار كان محمد معروف كان بعيد ومش هو صاحب القرار. فلما بس كان انذار اولاني صحيح، ها؟ كان صحيح طبعا 100%، وكان قرار جيد جدا من المساعد الثاني مصطفى حسين. تمام. بعديها بحوالي 4 دقائق حصلت المخالفه بتهور زي ما كل الناس شافت، كان محمد معروف على بعد حوالي 5 ياردة من المخالفه. يعني قريب جدا. كان الصوره واضحه. لا طبعا. كان محمد قريب جدا من اللعبه واحتسب المخالفه بالفعل، وبعدين لقيناه بيحط ايده في جيبه. ايوه. هيطلع الانذار. فاتفاجئ ان هو نفس اللاعب اللي مديله الانذار من 3 دقائق او 4 دقائق. فايده رجعت تاني. المشهد ده كلنا شفناه، احنا ما بنقولش طبعا. يعني ما بنقولش حاجه غريبه. تمام. لكن هنا طبعا هقف عند تصرف معروف. طبعا هو يسال عنه او انت ليه تراجع في الانذار؟ المخالفه واضحه بتستحق الانذار. في رايك انت يا كابتن محمد وانت حكم كبير يعني، لكن عايز اسال يعني ايه اللي يخلي كابتن محمد معروف في حاله زي دي، وانت زي ما بتقول كده يا كابتن ان هو قريب حوالي 5 ياردة من الكوره او من الحاله نفسها، ويفكر ان هو خلاص هيطلع البطاقه الصفراء الثانيه عشان اللاعب يطرد وفي نفس الوقت يرجع في كلامه؟ ايه اللي ممكن او ايه الدافع او ايه المبرر اللي يخليه يغير رايه من وجهه نظرك؟ عارف لو كان محمد معروف احتسب المخالفه من غير ما يعمل الحركه اللي كلنا شفناها دي وحط ايده في جيبه، كنا هنقول ان تقديره مش انذار. تمام. هنقول ان يعني هو شايف ان في مخالفه ولا تستحق الانذار. لكن كون ان هو يحط ايده في جيبه فهو شايف ان هنا في مخالفه وتستحق الانذار. كون ان هو يتراجع في القرار ده ده امر يسال عنه هو ويسال عنه لجنه الحكام كمان. تمام. انتوا ايه التعليمات اللي انتوا اديتوها للحكام؟ وهقف عند لجنه الحكام دي عشان دي حاجه مهمه، احنا اصلا ما عندناش لجنه حكام، خلي بالك لحد دلوقتي. انا عارف. طب انا عايز اجي لحته لجنه الحكام، بس نقفل الحاله الاول بتاعه زكريا الوردي. هي حاله اكيد محتاجه انذار تاني في طرد، ومش لاقيين اي سبب او اي مبرر اللي يخلي الكابتن محمد معروف يحط ايده في جيبه وبعد كده ما يطلعش الانذار. ما فيش اي سبب منطقي من وجهه نظرك، صح؟ لا، خلي بالك في حالات في التحكيم بنختلف احيانا، بتبقى حالات تقديريه، لكن دي حاله ما فيهاش خلاف. محسوم. يعني محسومه واعتقد كل الناس حسمتها مش انا لوحدي يعني. طيب هل في حالات اخرى في نفس المباراه ممكن يكون ليك وجهه نظر فيها قبل ما اروح للاهلي؟ انا كان ليا تعقيب بس على بعض المشاهد في المباراه دي تحديدا. بعد الغاء الهدف الاول لسيراميكا احنا شفنا اعتراضات على الحكم المساعد الاول رجب محمد. والاعتراضات دي لا شفنا اي يعني قرار من محمد معروف او من المساعد ان في انذار. والاعتراضات استمرت حتى بعد الشوط الاول ما شفناش اي انذار، رغم ان عقوبه المسابقات اعلنت وقالت ان في حاله الاعتراض هتعمل كذا 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 والامور واضحه. انا مش شايف برضو هنا لازم اقف عشان نتكلم على الجانبين. انت النهارده الناس بتعترض عليك بشكل فج وانت ما بتاخدش قرار. دي برضو امر يسال عنه سواء رجب محمد المساعد الاول او محمد معروف. لكن الحاله نفسها قرار صحيح ان الهدف اتلغى.
القرار صحيح، قرار صحيح. والهدف برضو الثاني اللي كان في الشوط الثاني مصطفى حسين برضو كان القرار صحيح في الغاء الهدف، رغم والاثنين العاب صعبه على فكره. تمام. طيب بشكل عام، بشكل عام تقييمك للاداء التحكيمي في بطوله الدوري في اول جولتين لحد دلوقتي، لحد المباريات اللي اتلعبت، رايك ايه؟ وبالتحديد مثلا عايز اتكلم كمان عن مباراه الاهلي واسوان امبارح. احنا الجوله الاولى على فكره كان فيها مشاكل كتير، والجوله الثانيه اهو النهارده يمكن لسه مباراه الاسماعيلي والمحله لسه خلصانه، فيها كميه مشاكل تحكيميه لا تعد ولا تحصى. تتكلم في ثلاث اربع اهداف ملغيين وركلتين جزاء ما بتحسبوش، واحده للمحله واحده للاسماعيلي، وعندك في الجوله الاولى في مشاكل كتيره جدا. وكلاتنبرج لما خرج بالفيديو اللي احنا كلنا شفناه لقيناه بيقول ما فيش اخطاء والدنيا، رغم ان هو في حالات ما جابهاش ما اعلنهاش. النهارده عشان تطلع وتعرض الكلام ده لا، لازم تجيب الكل، كل حاجه عندك، ولازم تكون مقنع للراي العام. طبعا هو ما اقنعش الراي العام اعتقد يعني، ويمكن ده كلام الناس كلها برضه، مش كلامي لوحدي. تمام. فانت النهارده عندك في مشاكل في الجوله الاولى، في مشاكل في الجوله الثانيه اهي بدانا فيها، وان كان ليها اسباب على فكره، مفيش مشاكل من غير اسباب. ايه هي الاسباب طيب؟ الاسباب هقول لك، احنا عندنا مشاكل بادئه من بدري قوي، من قبل الدوري ما يبدا. تمام. واتحاد الكوره ما خدش فيها قرار. زي انت نفس الناس اللي موجوده كانت قبل كده، هم مستمرين، اوكي ما عنديش مشكله يستمروا بالتوفيق ليهم، ولكن لما يحصل مشاكل قبل الدوري ما يبدا، بدايه من الكشف الطبي، احنا شفنا كلنا طبعا طبعا كارثه اللي شفناها. شفنا الترشح للقائمه الدوليه كان في مشاكل، القائمه الدوليه نفسها الفيفا تدخل وفيها مشاكل. عندك المعسكر بتاع الاعداد للدوري بتاع الحكام كان في مشاكل، النهارده عامل معسكر في 100 حكم والحكام ما نزلتش الملعب. انا عايز اقول لك يومهم كان بيخلص الساعه 3 او الساعه 5 وكلاتنبرج بيغادر الفندق ويمشي، وبقيت اليوم فاضي. الحكام ما نزلتش الملعب في الاربع ايام في معسكر الاداء. عندك مثلا يعني امبارح كان في عاملين معسكر مسمينه معسكر اليوم الواحد، هي مسميات جايبين المقيمين اللي هم هيقيموا الحكام ويحضروهم بعد الدوري ما بدا. يعني المفروض الكلام ده يحصل قبل الدوري، اصلا ما حصلش، حصل بعد ما الدوري بدا. حصل امبارح، امبارح في اتحاد الكوره. مين المسؤول عن كده؟ بقول لك يا كابتن محمد، مين المسؤول عن كده؟ يعني اديني رد صريح، هل المسؤول عن كده اتحاد الكوره؟ هل المسؤول عن كده لجنه الحكام اللي هي مش موجوده زي ما انت قلت؟ هل المسؤول عن كده كلاتنبرج، ولا مين المسؤول، ولا الاعضاء اللي كانوا موجودين قبل كده مثلا في لجنه الحكام، ولا الوضع ماشي ازاي في اللخبطه دي؟ احنا عندنا دلوقتي مسمى وظيفي في داخل لجنه الحكام اسمه مدير لجنه الحكام. اتحاد الكوره مدي كابتن احمد ابو العلاء مدير لجنه الحكام، مدي له الصلاحيات في الامور دي. تمام. حتى الناس اللي هو اختارهم امبارح هو اللي مختارهم، اتحاد الكوره ما يعرفش عنهم حاجه، كلاتنبرج ما يعرفش عنهم حاجه. يعني مش عايز اقول لك بناء على ايه تم الاختيار، يعني الاختيار بيتم على يعني ده صاحبي وده تبعنا وده مش والله. تبعنا. يعني الامور لا، الامور ماشيه مش بمعيار، ما عندكش معيار. وبعدين لازم نحط في الاعتبار ان كلاتنبرج مش متواجد فعلا، هو بيتواجد 3 او 4 ايام ويمشي. ما هو هنا ده بقى اللي هيخلينا نسال سؤال واضح جدا برضه، عشان احنا مش عارفين بالظبط المسمى الوظيفي كلاتنبرج ايه، هل هو رئيس لجنه الحكام، ولا المشرف على لجنه الحكام، ولا المسؤول والمنوط بتطوير منظومه التحكيم في مصر؟ ما هو لو هو مش رئيس لجنه الحكام فما نقدرش نساله انت موجود ولا مش موجود، وان في لجنه برئيس باعضاء هم اللي بيعينوا، هم اللي بيختاروا الحكام لاداره مختلف المباريات، ولا هو فعلا هو رئيس لجنه الحكام؟ لان انت لو تفتكر يا كابتن محمد قبل كده كان اتحاد الكوره اعلن في مره ان هو رئيس لجنه الحكام، واعلم في مره ان هو المشرف على لجنه الحكام وكلام من ده، او المسؤول عن تطوير التحكيم في مصر. فاحنا مش عارفين المسمى الوظيفي بالنسبه له ايه برضه. هو اول ما جه كلاتنبرج في المؤتمر الصحفي اللي اعلنوا عنه قالوا ان هو مدير التطوير للتحكيم المصري. بعد كده تم الاعلان على انه رئيس لجنه حكام، حتى بينزل الفيديو على صفحه الاتحاد الرسميه كلاتنبرج رئيس لجنه الحكام. انا بمشي مع المعلن الرسمي. هو المسمى بتاعه رئيس لجنه الحكام. رئيس لجنه الحكام مين هم بقى لجنه الحكام؟ احنا مش عارفين مين هم لجنه الحكام. هي دي المشكله، هي دي طبعا. طب انت كابتن محمد معلش من غير ما اقطع كلامك، هل انت مش ملاحظ اي تطور نسبي في اداء الحكام هذا الموسم، ولا الدنيا زي ما هي؟ لا الدنيا زي ما هي، زي ما يعني هي. انا عايز اقول لك على حاجه، انا سردت لك المشاكل تحت عناوين، لكن التفاصيل صادمه مش كتير، صادمه. يعني طبعا عشان وقت البرنامج ووقت الحل فين طيب سريعا؟
الحل اتحاد الكوره لازم يعلن تشكيل لجنه حكام وعشان نعرف المسؤوليه عند مين. انت النهارده الدنيا زي ما انت شايف كده كلها مشاكل مش عارفين المسؤوليه عند مين. وعلى فكره الكل بيتنصل من المسؤوليه. انا بتكلم اي حد من اللي موجودين يقول لك كلاتنبرج اللي قال. طب هو فين كلاتنبرج؟ مسافر مش موجود. طب وتيجي تتكلم مع تعرف ان الناس بتتكلم مع كلاتنبرج يقول لهم انا ما اعرفش الحكام. انا عايز اقول لك ان هو ما يعرفش الحكام فعلا. ما هو واضح ان هو سايب حته التعيينات مثلا زي للكابتن احمد ابو العيله زي ما انت قلت يا كابتن بالظبط، وافراد اخرين ممكن خلال الفتره الجايه كمان اعتقد ان هم اللي هيبقوا مسؤولين على التعيينات، وتم تجنيب الكابتن احمد ابو العيله. مظبوط بالظبط. لكن السؤال هنا لاتحاد الكوره، هل ده تشكيل او هيكل تنظيمي يليق بمسابقه الدوري المصري اللي هو اصلا هيكل تنظيمي مش موجود وما عندناش لجنه حكام؟ احنا اول مره في تاريخ التحكيم المصري الدوري يبدا وما عندناش لجنه حكام. دي مشكله. طبيعي ان الامور دي تحصل لان ما فيش حد هيحاسب حد. اكيد. كابتن محمد انا بشكرك شكرا جزيلا. كابتن محمد صلاح عبد الفتاح الحكم الدولي السابق والمحضر التحكيمي كان معانا في مداخله هاتفيه مهمه جدا نتكلم فيها عن تقييمه لاداء الحكام في اول جولتين وتعليقه كمان عن بعض الحالات اللي مش محتاجه اصلا تعليق ومش محتاجه جدل اساسا وحالات محسومه، بس للاسف للاسف المستوى لسه زي ما هو. انا بختلف بس معاه في حته ان انا شايف ان في تطور نسبي لكن مش ملحوظ طبعا، وانا بشوف ان المسؤوليه كامله كمان على التطور هو رغبه الحكام انفسهم في تطوير ادائهم. بشوف ان هم ما عندهمش الرغبه الحقيقيه ولسه ماشيين بالحسابات والالوان بتاعه الفرق وكلام من ده، ودي ازمه كبيره جدا ما اعرفش هنخلص منها امتى. كانت مداخله مهمه، خلينا نروح لفصل سريع بعد الفصل نرجع نكمل. استنوا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. خلينا نشوف ترند الاهلي واخر الاخبار والتفاصيل اللي اتقالت على النادي الاهلي في السوشيال ميديا. نبتدي بالحساب الرسمي للاهرام على تويتر واللي بيتكلموا على ان كولر يطالب بسريه تدريبات الاهلي قبل موقعه الجمعه. المدرب يرفض الراحه قبل لقاء القلعه البيضاء وينتظر كوكا ورأفت خليل. طيب خليني اقول لكم بعض التفاصيل المهمه. حته سريه تدريبات الاهلي يا جماعه، الاهلي كتاب مفتوح للزمالك والزمالك كتاب مفتوح للاهلي، لكن اكيد كل مدير فني ممكن يكون عنده جوانب تكتيكيه مختلفه عايز يلعب بيها، او ربما مفاجات، او ربما بعض الجوانب يعني الفنيه والتكتيكيه اللي ممكن يفكر فيها بشكل مختلف في المباراه دي بالتحديد، خصوصا المباراه قويه جدا مع فريق نادي الزمالك. وارد، بس في كل الاحوال كده كده التدريبات بتعتبر سريه، يعني حتى لما بيبقى فيه تغطيه من قناه الاهلي او كلام من ده بيبقى ليك مده محدده اللي هي المده اللي في الاول بيبقى فيها يعني احماء بسيط وكلام من ده، وبعد كده الراجل بيتفرغ تماما والامور بتبقى مغلقه لابعد حد يعني. فبالتالي ده اكيد هيحصل هناك في التدريبات اللي هتكون في ابو ظبي استعدادا لهذه المباراه. حته انتظار كوكا ورأفت خليل ده من خلال التنسيق طبعا مع الجهاز الفني للمنتخبنا الوطني الاولمبي، فهيكون متواجد كوكا، هيكون متواجد رأفت خليل، وايضا هيكون متواجد حسام عبد المجيد مدافع نادي الزمالك مع الفريق في هذه المباراه. يمكن الزمالك محتاجه جدا عشان غياب الونش. الاهلي برضه محتاج كوكا بعد الغياب المحتمل لديانج، فكله بناء على التنسيق ما بين الاجهزه الفنيه للفرقتين مع منتخبنا الوطني الاولمبي. طيب اليوم السابع وحسابهم على تويتر بيتكلموا على ان كولر يدرس تغيير طريقه لعب الاهلي في السوبر المصري. كل شيء وارد، كل شيء وارد، ممكن تلاقي كولر فجاه بشكل اصلا جديد واسلوب لعب مختلف وطريقه جديده اصلا. احنا يعني متعودين مع كولر بيلعب الراجل من ساعه ما جه 4-2-3-1، هل ممكن نتفاجئ بحاجه ثانيه؟ وارد جدا، كل شيء وارد. ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل في الماتشات اللي زي دي وازاي كل مدير فني بيفكر في هذه المباراه. المؤكد ان في مدربين كبار للاهلي كولر، للزمالك فريرا، فهنتمتع بالمباراه وان شاء الله باذن الله جمهور الاهلي يفرح من خلال الفوز، كلنا نفرح نبقى مبسوطين. طيب رغم طبعا صعوبه المنافسه فريق الزمالك فريق قوي محترم. خلينا نروح لحساب في الجول على تويتر واللي بيتكلموا على ان تواجد محمد عبد المنعم في مران الاهلي او تواجد محمد عبد المنعم في مران الاهلي، وده فعلا حصل النهارده. ويمكن هو زي ما اتكلمت معاكم في تفصيل اصابه محمد عبد المنعم هي كدمه قويه جدا في الانف، يعني في نفس المكان اللي اجرى فيه الجراحه بعد مباراه السنغال الاولى في المرحله النهائيه من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم اللي ما كناش موفقين في مجموع الماتشين. لكن في كل الاحوال محمد منعم هيبقى موجود مع الاهلي باذن الله تعالى في مباراه السوبر.
ايه اللي بعد مباراه السوبر، هل هيعمل الجراحه ولا لا؟ لسه قرار ما اتخذش بشكل نهائي. ديانج حضر النهارده بس ما شاركش في التدريبات، وفي متابعه مستمره خلال الساعات المقبله لحالته لاتخاذ القرار النهائي بخصوص تواجده في السوبر او لا. كره بلس والاهلي ضد الزمالك، موقف محمد عبد المنعم من شاركه في السوبر اعتقد خلاص وضحنا لكم الجزئيه بشكل تام. نروح كمان ليلا كره، هو ده الحديث دلوقتي المنتشر بخصوص اصابات الاهلي والزمالك. اصابات الاهلي، مصدر ليلا كره قال هناك بدائل عديده لديانج امام الزمالك على راسها حمدي فتحي وعمرو السوليه وقفشه واكرم توفيق، بينما يتم السماح وربما يتم السماح للفريق بضم احمد نبيل كوكا من صفوف المنتخب. برضو اتكلمنا في كل التفاصيل دي. خلينا كمان نروح الوطن سبورت، وكل طبعا اصل غياب ديانج يا جماعه المحتمل هي دي يعني حدث في حد ذاته، لان ديانج احد ابرز اللاعبين في مصر وفي النادي الاهلي وفي افريقيا كمان بدون مبالغه، لكن الاهلي مؤكد عنده البدائل، الاهلي عنده البدائل اللي بنفس الكفاءه، لكن اكيد الناس كلها هتتكلم على هذا الغياب المحتمل حتى هذه اللحظه. خلينا يعني نتكلم بشكل دقيق جدا، الاهلي يسابق الزمن لتجهيزه ربما، كل شيء وارد. نروح كمان لسبورتس 360 احسنهم على تويتر، وعلي معلول مع مارسيل كولر، اربع مباريات ساهم في ثلاث اهداف، هدف واثنين اسيست، متالق علي معلول كالعاده، نتمنى له يا رب كل التوفيق، افضل ظهير ايسر في افريقيا بدون مبالغه. برضو كره 11 واحسنهم على تويتر، وبيتكلموا على جاهزيه او جاهزياتكم مهمه في اي وقت، كولر يعطي الامل لثلاثي نجوم الاهلي ويكشف عن سر استبعاده لهم في الفتره الاخيره في مباريات المارد الاحمر. الناس دايما بتتكلم على المستبعدين، يا جماعه موضوع المستبعدين ده امر وارد جدا، وهنا بيتكلموا بالتحديد على رامي ربيعه وياسر ابراهيم ومصطفى سعد. مصطفى سعد كده كده مع المنتخب الاولمبي، فبالتالي ما كانش في حسابات قوي عشان كان معروف ان هو هيكون بعيد خلال التصفيات الحاليه بالنسبه لمنتخبنا الاولمبي. رامي ربيعه وياسر اثنين لعيبه كبار جدا، اكيد هيتم الاستعانه بيهم في الوقت المناسب اللي يشوفه المدير الفني، ومفيش اي مشكله خالص. نروح لفاصل بعدين نرجع نكمل السنه. اهلا بحضراتكم مره تانية، خلينا ناخد الترند المحلي واهم الاخبار، هم خبرين معانا النهارده بيتعلقوا بمنتخباتنا المختلفه. نبتدي بالوطن الرياضي وحسامه على فيسبوك، فيتوريا يستقر على موعد انطلاق معسكر المنتخب بعد تعديلات جدول الدوري، وخلاص يعني حصل تعديلات في جدول الدوري بسبب طبعا قمه المناخ وهذا الحدث العالمي اللي هيكون عندنا هنا في مصر، حدث مميز جدا، فبالتالي تم تعديل المواعيد. كان المفترض ان انطلاق المعسكر يوم 9 في الاجنده الدوليه يوم 9 نوفمبر، بس بعد التعديلات دي استقر فيتوريا ان التجمع يكون يوم 3 نوفمبر عشان يقدر يوصل فكره للاعبين بشكل افضل من خلال فتره اطول، فنتمنى له يا رب كل التوفيق. وده القرار النهائي ان شاء الله يوم 3 الشهر المقبل اللي هيبتدي خلال ايام هيكون بدايه معسكر منتخبنا الوطني الاول، لكن على صعيد المنتخب الاولمبي ومن خلال كوره 11 وتصريحات لعامر حسين بيتكلم على ان ميكالي يرفض تاجيل مباراه سويتني اللي هي مباراه العوده، واكد للكابتن محمد بركات انه منسق كل شيء بخصوص اللاعبين اللي هيكونوا متواجدين مع انديتهم. تطرقنا للجزئيه دي. اخيرا خليني اختم بتفاعل حضراتكم معانا من خلال سؤال الحلقه ورايكم في اداء الاهلي في اول مباراتين في الدوري. محسن السلحدار قال لك ان شاء الله الاهلي مع كولر سيعيد ايام جوزيه وهيضيف بطولات جديده للاهلي باذن الله. نروح كمان لمحمد سويدان واللي قال الاداء معقول بس المدرب محتاج وقت اكتر لتظبيط الهجوم، اما الدفاع وخط النص تمام. نروح كمان لاحمد مصطفى قال مساء الورد عليك يا كابتن هشام، مساء الفل عليك يا ابو حميد، اداء رائع رغم عدم استغلال الكثير من الفرص والحمد لله على الفوز من وجهه نظره، ان محمد الشناوي هو رجل المباراه وافتخر اهلاوي وافتخر. تمام يا ابو حميد. عمرو منصور خليل قال اولا مباراه اسماعيلي واسوان في منتهى القوه والبدايات دايما صعبه، وعلى المستوى الفردي هناك تقدم واضح، وعلى المستوى الجماعي ياتي الانسجام والتفاهم والتالق والفوز باذن الله. دي كانت بعض يعني تفاعلات حضراتكم من خلال سؤال حلقتنا النهارده، وفعلا انطلاقه الاهلي مميزه على الصعيد المحلي زي ما حدث على الصعيد القاري، الاهم ان هي تستكمل كمان وتتبروز زي ما بنقول كده من خلال مواجهه السوبر امام نادي الزمالك، ان شاء الله يكون موفق النادي الاهلي يوم الجمعه المقبل. دي كانت تفاعلاتكم، ودي كمان كانت حلقتنا النهارده من ترند، استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج باذن الله تعالى، الى اللقاء.